هو المباراة كانت ضد المنتخب النيجيري القوي، لكن رغم ذلك المنتخب المغربي قدر يسجل وينتصر في هذه المقابلة بنتيجة 1-0 من توقيع يوسف حجي، ثم لقى الفرصة في اللقاء الثاني باش يبين المهارات والقوة ديالو أمام منتخب ضعيف اللي كان هو البنين، وانتصر عليه بنتيجة عريضة اللي هي 4-0، ما يعني تأهل المنتخب المغربي بشكل رسمي. والمقابلة الأخيرة غتكون مقابلة شكلية فقط أمام منتخب جنوب إفريقيا اللي كان خاصو انتصار باش يتأهل، لكن المنتخب المغربي ليس بالمنتخب الهيئ، وصلت هذه المقابلة في الأخير بنتيجة 1-1 ليتأهل المنتخب المغربي في سيادة هذه المجموعة، ويتلقى مع المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي في ملعب الطيب المهيري اللي كان ممتلئ على آخره بالجماهير الجزائرية. وبدأت المقابلة اللي كانت بالنسبة للبلدين معركة أكثر من مجرد مقابلة في كرة القدم. سيطر المنتخب المغربي على أطوار المقابلة منذ البداية، الشيء اللي خلى المنتخب الجزائري يضطر يرجع للوراء ويدافع بكل قوة على الشباك دياله، لكن رغم ذلك المنتخب المغربي قدر يوصل للشباك ديال المنتخب الجزائري ماشي مرة ماشي جوج، وفي كل مرة كانت الكرة كترجع من على الخط أو كدوز محادية للقائم. وبما أن قاعدة كرة القدم كتقول إلا ضيعتي فانتظري تسجل عليك الهدف، وفعلا داك الشيء اللي غيوقع، المنتخب الجزائري غادي يسجل من ضربة رأسية في الدقيقة 80، سيناريو اللي ما كان حتى واحد كيتوقع، وكان بمثابة الصدمة بعد ما كان المنتخب المغربي هو اللي حاكم جميع أطوار المقابلة، جرب جميع الحلول، راوغ، سدد، لعب الكرات العرضية، لكن أهم شيء ما داروش وهو أنه يسجل الهدف، ولأن الحياة فرص، المنتخب الجزائري ما ضيعهاش، جاته فرصة وحدة قدر أنه يسجلها ويتقدم بهدف 0، لكن لاعبي المنتخب المغربي ما حطوش يديهم بل بقاو مهاجمين، وبالضبط بعد دقيقة واحدة من هدف الجزائر المغرب غادي يهدد شباك الجزائر بكرة خطيرة غادي تصطدم بالقائم الأيسر، وكانت رسالة على أن ديك 10 دقائق اللي بقات غادي تدوز على المنتخب الجزائري صعيبة. وفعلا المنتخب المغربي تحول لبركان تائر وبدا كيوصل لشباك المنتخب الجزائري وكيضغط بكل قواه حتى للدقيقة 90، الحكم غادي يرفع 5 ديال الدقائق اللي كانت بالنسبة للمنتخب المغربي هي اللي غادي تحدد المصير ديالو، والمصير ديال غياب عن دور نصف النهائي منذ سنين. وبما أن باقي 5 ديال الدقائق فراه مازال عندنا الأمل وراه مازال ما خسرنا. دقيقة 93 كلشي كان كيظن أن المنتخب المغربي صافي غادي يتقصى، لكن وصود الأطلس لا تيأس أبدا، غتجي واحد الهجمة مرتدة من اليسار وبتمريرة طويلة الكرة غادي تفوت جميع المدافعين الجزائريين، وغادي توقف تلبين أقدام مروان الشماخ اللي غادي يسدد بكل قواه في اتجاه المرمى الجزائري، وهكذا جا هدف التعادل اللي غير كل شيء. غادي تنتهي المباراة بالتعادل 1-1، وغادي يدوزوا الطرفين الأشواط الإضافية اللي غادي ينتفض فيها المنتخب المغربي، وغادي يسجل هدفين من توقيع يوسف حجي وجواد الزيري، لتنتهي بذلك هذه المباراة بانتصار المغرب بنتيجة 3-1، وترجع الفرحة والبهجة للشعب المغربي اللي غادي تزيد ثقته في هذا المنتخب، خصوصا بعد ما انتصر على المنتخب المالي في النصف النهائي بنتيجة 4-0، وملاقاة البلد المضيف في النهائي اللي كل شيء كان كيتوقع فوز المغرب باللقاء بسبب النتائج اللي حققها في المقابلات الفارطة. لكن بما أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، المنتخب المغربي غادي ينهزم في هذه المقابلة الأخيرة وغادي يحقق مركز الوصافة في هذه النسخة، لتعود بعد ذلك مرحلة الفراغ والفشل، خصوصا بعد هذه الهزيمة مباشرة غادي تبدأ التصفيات المؤهلة لكأس العالم ألمانيا 2006، وغادي تجي المغرب في المجموعة مع المنتخب التونسي، وكأن القدر كيقول لك تفضل خذ بالتأر ديالك. لكن رغم ذلك المنتخب المغربي ما غاديش يتأهل من هذه المجموعة واخا ما خسر حتى مقابلة، بل انتصر بنتائج عريضة نذكر منها الانتصار على بوركينا فاسو بنتيجة 4-0، ثم انتصار آخر على كينيا 5-1، وعلى بوتسوانا 4-1، لكن آخر مقابلة كانت ضد المنتخب التونسي اللي كنا تعادلنا معاه في مقابلة الذهاب بنتيجة 1-1 في المغرب. كانت المغرب كتحتل المركز الثاني وكان خاصها انتصار في آخر دورة باش تأهل، أما المنتخب التونسي فكان يكفيه التعادل فقط. بدأت ديك المقابلة وفي الدقيقة 3 المنتخب المغربي غيتقدم في النتيجة بهدف مروان الشماخ، ثم بعدها ب 15 دقيقة المنتخب التونسي كيعادل النتيجة، وقبل ما تسالي المقابلة ب 3 ديال الدقائق المنتخب المغربي غادي يعاود يتقدم في النتيجة بهدف طلال القرقوري
لكن للأسف الفرحة بهذا الهدف غادي تحول الأحزان بعد ما سجل لاعب تونسي هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 69. سالت المقابلة بهذا النتيجة اللي كانت في صالح المنتخب التونسي. بعدها مباشرة غادي نتأهلوا لكأس إفريقيا 2006 اللي كانت منظمة في مصر، وجينا في المجموعة الأولى مع كل من البلد المنظم مصر وليبيا بالإضافة للكوت ديفوار اللي انتصرت علينا في أولى المباريات بهدف لصفر. كان من توقيع ديدي دروغبا نجم المنتخب الإيفواري من ضربة جزاء. أما المباريات اللي بقات أمام المنتخب المصري والليبي فكان التعادل السلبي هو المسيطر عليها، ليخرج المنتخب المغربي من جديد من دور المجموعات، ونفس السيناريو غادي يتكرر في نسخة 2008 في غانا. غادي ينتصر المنتخب المغربي في المباراة الأولى بنتيجة 5-1 على منتخب ناميبيا، وكلشي كان كيتوقع نجاح هذا المنتخب والوصول لمكان بعيد. لكن مع الأسف المنتخب المغربي غادي ينهزم في المقابلتين المتبقيتين، الأولى خسر فيها أمام البلد المضيف في غانا بجوج لصفر، والمباراة الأخيرة غادي ينهزم أمام المنتخب الغيني بنتيجة 3-2. وغادي تكون هذه خيبة أمل جديدة للشعب المغربي اللي غادي يخرج للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات. أما نسخة 2010 اللي كانت منظمة في أنغولا وكانت الإقصائيات المؤهلة لها هي نفسها اللي غادي تأهلك لكأس العالم في جنوب إفريقيا، فراه كان المصير هو نفسه بل زاد تكفس أكثر بعد ما حقق المنتخب المغربي المركز الأخير في هذه المجموعة خلف كل من الكاميرون وطوغو ثم الغابون. فبدأت التغييرات في جهاز الكرة المغربية بعد النتائج السلبية المتتالية، وهنا سالت حقبة الجنرال حسني بن سليمان وجات حقبة علي الفاسي الفهري اللي بدأ بتغيير المدرب، لكن بدون فائدة. المنتخب المغربي كيخرج مرة أخرى من دور المجموعات من جوج ديال النسخ متتالية، وهنا أخص بديك النسخة كأس إفريقيا 2012 و2013 اللي غادي يخرج منها المنتخب المغربي من دور المجموعات ليأتي الدور على منافسة جديدة غادي يدخلها المنتخب المغربي باللاعبين المحليين. وكانت هذه المنافسة هي كأس العرب اللي كان البطل ديالها هو المغرب بعد ما سحق عدد كبير من المنتخبات العربية. لكن رغم ذلك هذا الكأس لم يشفي غليل الجمهور المغربي، لأن كأس العرب كيبقى كأس عادي ماشي بحال كأس إفريقيا ولا كأس العالم. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، موعدنا الأسبوع القادم مع موضوع جديد وأحداث جديدة حول تاريخ المغرب المشرف. إذا كيعجبك هذا المحتوى اللي كنقدمه لا تنساش تشارك في القناة ودعمنا بلايك ومشاركة باش يوصل هذا الفيديو لعدد كبير من المتابعين. آخر الكلام، شكرا. أسود الأطلس وشعارنا الأبدي الله الوطن الملك. في أمان الله.